السلام عليكم يا حلوين. اوكي شباب، نحن في شغله مقطعنا اليوم راح نلعب بلوك بلوك او بلوكات الحظ، بس هاي المره يا شباب بلوكات بلوكات شوي مختلفه، لان راح نلعب نوع تي ان تي بلوكات الحظ. واو يا شباب، مثل ما تشوفون ها هي النوع من بلوكات الحظ من تي ان تي. شباب ابيكم تدعمون هذا المقطع باللايك والاشتراك بالقناه اذا ما مشتركين. طبعا شباب هل اي تي ان تي في هنا اشرد ابو المور؟ اي والله طار دمي عيال. شباب حبيت اقول لكم هل نقدر نوصل 100,000 مشترك قبل راس السنه لو لا؟ فزي ما قلت لكم يا شباب، اللي ما ضغط لنا لايك يضغط لايك، واللي مو مشترك يشترك، واللي مفعل جرس الاشعارات يفعل جرس الاشعارات حتى نوصل 100,000 مشترك في اقرب وقت او قبل السنه الجديده. عرفت شلون شباب؟ فوالله الصراحه اشكركم من كل قلبي على الدعم الخرافي من ناحيه اللايكات والمشاهدات والافل. اي تي انتي ثانيه يا عيال، ايش السالفه؟ والله مزين شباب، والله عبالي راح اوقع، بس الحمد لله عبرت بخير. ها عندك تي ان تي هسه لو خلصت يا ورق؟ يلا اوكي خل نروح له اول اشي. اوكي زي كذا. السلام عليكم، تشمر علي تي ان تي قبل شويه هنوب. تا 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 يا ورع، نموت موت موت موت. طيب هسه هاي شنو هذا؟ السلام عليكم، والله شكله معلق ذا، فا خل نروح له على السريع يا شباب، نروح نجلده بما انه هو معلق. يلا مع السلامه، والله مسكين يا ورع، بس خلي اكل شوي اشرد ابو المور. والله شكلي راح انجلد، فنرجع عليه ونحاول نأدبه. اوكي الحمد لله جلدنا، حلو 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 حلو. اوكي عنده خوش اغراض ذا، والله صرنا مدرعين عيال. او ماي جاد. شباب اتمنى تكتبوا لي جو بالتعليقات ايش تبون نوعيات اللوكات بلوكايات اللي تريدونها الجديده. عرفت شلون شباب؟ ما ادري يعني، اقترحوا لنا انتم رايكم بالتعليقات، واكثر تعليق كالعاده يا شباب راح يجيب اكثر عدد لايكات. ان شاء الله راح نسويه بالحلقه الجايه. عرفت شلون شباب؟ فابيكم انتم تساعدوني بالتعليقات. اوكي بس خلي اشوف وين ذا. اوكي والله شباب ما ادري ايش السالفه، عندي شويه لاج، بس ما عليكم يعني مو لاج يعني واضح، بس يعني شويه لاج ما ادري ايش السالفه. اوكي سيف دايموند ما نحتاج. اوكي في احد، في احد شخص هنا عنده تشست بلايد دايموند، فخلنا نحاول نروح نجده يا شباب. أوه شباب والله راسي انضرب. يلا 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 مع السلامه، يلا باي باي. هاي هاي هذا خوي، هذا خوي يا ورع، افزع لي. يلا يلا مع السلامة، يلا هاي 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 ورع ورع رجل ثلجي، يلا برا. شباب بقى بس واحد، شباب شباب بس بقى. تشست بليد، جيب 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 جيب، نحتاج لها نحتاج لها تشست بليد عيال عيال، تشست بليد. ما في بوت 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 بوت، الو بوت، والله شكله ما في. اوكي يلا معليش، بس بقى واحد، خل نروح نأدبه وان شاء الله بالجيم الجاي نخلص من هذا اللاج. خلي احاول اني اسوي هذول كله اوف، بلكي يروح اللاج يعني، والله يعني من المستحسن نلعب بلا لاج يعني، بيكون شيء مره حلو. هاي وين راح؟ شباب شباب وين الاخير؟ كاني شفت اسمه. سلام عليك، هلا والله هلا والله صديقي، هلا هلا. يلا جي جي. اوكي شباب الحلو، بس دخلنا الجيم الثاني، بس هاي المرة راح ناخذ الكت البيكاكس. هسه اشوفكم ليش راح نختار كت الحق البيكاكس. اول اشي نشيل لنا اول لوكاية بلوكاية، يطلع لنا سيف، خلاص اجانا سيف. درعم درعم ابو المور. اوكي هذا اول شخص، يا رب يكون معاه كت بلوك الدايموند. معك؟ لا يا ورع ما معاه، معك حق البيكاكس. اوكي خل نروح لي بصفه، ويا رب تكون انت هسه ابيك يكون عندك بلوك الدايموند. والله خوش مدرع ذا. والله همزين قتلناه يا اخي يا اخي. والله مسكين ذا يا عيال، والله مسكين تورط. اوكي يلا شكرا لك، بس لازمنا شوي تاكل، لان الصراحه دمجنا ذا الورع حمزين ما قتلنا يعني. اوكي خلينا نسوي لنا اكل بهذا الشكل، ان شاء الله يا رب يكون ذا الجيم مره اسطوري زي الجيم الاول. يعني طبعا بدايه ذا الجيم تبشر بخير، عرفت شلون شباب؟ فان شاء الله يكون جيم اسطوري، بس لا يكون عندك بو اني راح اخاطر شويتين هسه. سلام عليكم، سلام عليكم يا ورع. يلا والله طقطق طقطقنا عليها بطقطقه ما في احلى منها يا عيال. اوكي اللي بعده، هلا والله سلام عليكم. اوكي خلاص بس خلي اكلي شوي. اوكي ها يلا ابلع لك ابلع لك انت. اوكي نعوف هذا، نروح لذا المسكين. يلا مع السلامه زومبي، يلا انت همين مع السلامه زومبي. اوكي يلا مع السلامه اندربير. لا وقعت الاندربير، شن ورطة هاي؟ لا والله وقعت، لو كان اخذت ذا الاندر بير كنت جلدتهم. تا 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 تا. يلا موت 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 يا ورع، يلا موت كابو. اوكي خلينا نشيل هاي،
اوه ماي جاد شون يا اخي كل شوي دا يطلع لي هذا ما ادري ايش اسمه. يلا موت. اوكي كافو. اوكي نشيل بعد اللوكيت بلوك اندر بير. حلو حلو. الا 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 جيب جيب جيب. اوكي نشيل النهاية بعد. ابليس ابليس يلا موت موت يا ورع. اوكي خنزير. اوه ماي جاد. اوكي معدات حلو. شنو هذا؟ والله والله قمزني يا عيال. بالله اول خطوه شو نسويها؟ خل نروح للنص. بقوا بس اثنين. اما بقوا بس اثنين شباب. اوكي وين الاول وين الاول وين الاول؟ بس لندل مكانه. هذا هو هذا هو ستيفي. الاول خلاص جلدنا. هاي عندنا خمسة حبات اندر بير. خمسة حبات اندر بير نحطها هنا اول اشي. وراها ناكل لنا شوي لان الصراحه دمجت. وبعدين ها طق له بوجن. السلام عليكم. اي السلام عليكم. يلا 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 الله وياك حبيبي حبيبي حبيبي. يا اخي والله الجيم ذا اسطوري يا اخي والله. اثنين اقيام يعني قصيرات مره وحلوات في نفس الوقت. اوكي شباب الحلوين هسه دخلنا الجيم الثالث وان شاء الله يا شباب يكون جيم جلد. اخي راح اقول لك كل جيم ذي الكلمه وذي الجمله. خلاص نتفائل ونكون ان شاء الله يكون جيم مره حظ فيه حلو خرافي اسطوري زي كذا. فيب اوكي معدات حلو حلو يا اخي والله. من البدايه الحظ يبشر بخير. من بدايتها الحظ يبشر بخير. اوكي مزرعه ما نحتاج. هاي شنو هذا؟ تشلوب. حلو تشلوب. والله خلنا نعطي اسم. شباب ايش نسميه؟ شباب شباب اوكي خلنا نسميه زعتر. اوكي زعتر زعتر زعتر. يلا زعتر هاي وينك؟ هاي سلام عليك زعتر. يلا خذ لك لحم. اوكي هاي وين القلوب يا ورع؟ تاخذ اللحم وما ما تعطيني قلوب يا ورع. يلا مو مشكله بس اتمنى زعتر اليوم ما يموت. هسا اي شخص يتعدى على زعتر ويقتله والله لا اجلده. جل ما عليك زعتر انا راح احميك وانت راح تحميني. اوكي يعني نحمي بعض باختصار. هاي السلام عليكم. انت هم رش الثلج ابيك تحميني. اوكي فا اوكي خلينا نشيل لنا شويه خشبايات وسوينا شويه اكل ونروح ندرعم على الناس يا شباب. اوكي شباب الحلوين هسا رتبنا وضعنا. بس السؤال اذا نروح نجلد ذا ونروح ندرعم على ذا بس شفته عنده سيف نكباك او ذاك السيف اللي يدفعك 1000 بلوكه لورا. فخلي اعوفه ونروح لذا اللي بصفنا. بس اني راح اخاطر شوي واتمنى انه ما يكون عنده بو. فاذا كان عنده بو او ماي جاد او ماي جاد. اوكي تعال تعال انت شكلك ما تفتهم شكلك ما تفتهم بالحكي. اوكي اوكي عنده جولدن ابل والله حلو. خاطش اغراض ذا عنده تصدقون شباب. اوكي بس شباب والله نفسي اخذ لي شو اسمه. حلو حلو هاي احتاجها بشكل مو طبيعي. هاي احتاجها بشكل مو طبيعي. هاي اللي تسوي لي طريق. حلو فاول شيء خلينا نسوي لنا طريق لهنا. اوكي ابني حلوين. وهسه نروح بهذا الشكل. بس هذا والله خايف من امه. خايف منه الورع. فشو نسوي؟ خلينا ننتظر 35 ثانيه يا اخي. شمرت اللحم مالتي عيال اقصد الخبز مالتي. اوكي نرجع لهنا. اوكي بس والله اذا كان عندي بو هسه ولا ادبه. اوكي فرصتنا 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 يا شباب. لا شلون ورطه هاي؟ هاي زعتر زعتر زعتر. او ماي جاد جلدنا يا عيال. اوكي عند اندر بير يا اخي والله مدرع الف ذا تصدقون شباب والله مدرع مره. فشنو الخطه؟ اوكي في احد هنا حلو. فخلنا نرجع لمكاننا حق قبل شويه. اوكي خلنا نرجع لمكاننا وبعدين شنو نسوي؟ نشمر اندر بير للنص. شباب 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 والله شباب صعب ذا الجيم شكله راح يكون جيم مره صعب بس الله يستر. اوكي خلينا نروح لهنا اول شيء نسوي لنا طريق. هاي شباب ذا نروح له زين. اوكي خلينا نبني طريق للنص. اوكي وراها ناخذ لنا هاي. هاي اكو شخص وقع. شفت شخص وقع ده هسه ما ادري شخص لو بلوكه. اوكي بلوكه الاوبسيديان وقعت عبالي شخص عبالي شخص يا شباب. اوكي نسوي نجيب لنا هاي اللي دا تبني طريق. هاي والله خايف من يمه ذا. كفو رجل ثلجي والله انك اسطوره اسطورتي. هاي يلا مع السلامه. هاي شمر. اي زعتر دير بالك يا ورع لا تموت يا ورع احتاجك. اوكي بس بقوا اثنين بس بقوا اثنين يا شباب. اوكي بس خلي اشوف لي وانا ما عندي بوصله 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 بليز يا اخي والله مصيبه ما في بوصله. شفتك شفتك. اوكي خلنا نسوي لنا طريق لهنا
بعدين هاي شقد راح تحتاج لها وقت حتى تتفعل. اوكي 6 5 4 3 2 1 let's go. اوكي نسوينا واحدة ثانية هنا. حلو حلو يلا نوصل نوصل هاي الجزيرة. اوكي قبل ادرم عليه. ها اوكي لا 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 لا, لا. ما معقولة تسوي فيه هيك يا ورع. مو معقولة مو معقولة. ما يصير ما يصير ما يصير ورع. هاي سلام عليكم. هلا والله هلا هلا هلا. ها تبي احرك؟ لا 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 يا ورع. اوكي خلاص راح احرك اني بس توعدني انك ما توقعني. خلاص خلينا نضمن. زعتر ابيك انت تقتله. اوكي زعتر زعتر يلا هاي استهبل استهبل ذا علي يا عيال يعني والله شكله يطقطق علي ذا طقطق علي ورا يلا زعتر. لا والله حبيت زعتر يقتله بس ما عليكم شباب فزنا بالجيم. لهنا وصلنا نهايه مقطع. لايك اشترك بالقناه اذا مشتركين وبس مع السلامه.